انعكست التغيرات الهائلة للحياة الحديثة سلباً على العلاقة بين الزوجين، ما أدى إلى غياب التفاهم بينهما جزئياً أو كلياً، لتتحول حياتهما اليومية إلى حياة اعتيادية رتيبة ومملة تخلو من مظاهر التجدد والسعادة والانسجام. فن الحوار بين الزوجين هو تلك الكلمات الطيبة والأفكار المتبادلة التي تذلل الصعوبات اليومية، إضافة إلى أن الحوار لغة إنسانية، من لا يجيدها يخسر جزءاً من إنسانيته. وافتقار الزوجين إلى ثقافة الحوار العقلاني يأخذهما معاً إلى المزيد من التشنج، فتتسع الهوة بينهما مع مرور الزمن. يقدم الاختصاصيون مجموعة نصائح من أجل حوار إيجابي بين الزوجين، كالعمل على تقريب وجهات النظر والآراء المختلفة، وتجنب تراكم الخصومات دون مناقشتها، وتعزيز العواطف والمشاعر المشتركة، وعدم الاستعلاء على الطرف الآخر أو استفزازه، والتحلي بالصبر وآداب الحوار وحسن الاستماع وثقافة الاعتذار. في الوقت ذاته تقف أمام الحوار عدة معوقات، مثل اختلاف الثقافات والانشغال خارج البيت والغرور وعدم تقبل الرأي الآخر، إضافة للعادات والتقاليد الموروثة. يعيش الإنسان حياة واحدة مع شريك واحد، فهل ينتبه لمزايا فن الحوار بوصفه أفقاً واسعاً يفرد فيه الإنسان جناحيه ليحلق عالياً؟